هو إشكال بين وزارتي الأشغال والمال. لم نستلم ليرة واحدة للقيام بالواجب تجاه الناس ولرفع الضرر عن الناس. فما يحط الحق على وزارة المالية إذا هو قصر بعمله أو لم تصرف الأموال في طريقة الصحيح. والأهم من سبب الإشكال ومسببه نتيجة هذا الإشكال على الأرض، أو الأصح في الأرض. نحن عادة نلتزم مشاريع تأهيل وصيانة البنى التحتية بأوائل شهر 7، ونبلش على الشغل على الأرض بمنتصف شهر 8، وعادة لمدينة بيروت ولباقي المناطق يعني للأوتوستراديت بدنا على القليلة من شي شهر لشهر ونص ليكون مستوى الشبكات قادر يستوعب الأمطار. نحن حتى تاريخ اليوم ما حتى تلزمنا، ما حتى أعطينا أمر بأنه تفضلوا انزلوا، ما في مناقصة، لأنه في موضوع اسمه ما في اعتمادات للمشروع. ولا سيما نحن عم نعاني أيضا من أموالنا من سنة الماضي ما اندفعت. نحن إذا أعطينا الأمر نبلش اليوم، وإذا أعطينا الأمر نبلش اليوم بما كل ما أعطينا من قوة بكل معدات بشغل 24 لـ 24، نحن على القليلة بدنا شهر ونص وملن ننجح بأنه نمنع أنه شوارع بيروت والشوارع الثانية أنه مطوف. بحال ما صار هيدا الشيء ومع الحديث أنه هاي الشتوية رح تكون جدا قاسية، في كارثة على الأرض. جيبي مايو ومنشفة لأنه بوعدك أنه رح تغرقي. ويبدو أن المايو والمنشفة عدة ضرورية هذا الشتاء، خصوصا في الكولا، الرمل البيضاء، الجناح، عين مريسة، الطيونة، الكارنتينا، طريق الكازينو في جونية، وطريق طرابلس الدولي. هذه بحسب الخريطة التي أطلعنا عليها الأسعد هي أكثر المناطق عرضة للطوفان. وفي جولتنا على بعض تلك المناطق لا تكذب المياه الغطاس، بل العكس تماماً، هذه المرة تؤكد كلامه. هذا كله بعد ما تنظف السنة؟ ما في شيء تنظف ولا شيء، يعني آخر مرة اشتغلنا هون بشهر 4 خلص. مفروض فيهم فتحة هدول تنشاف؟ ايه ما بعرف، بس ببين كل البنى التحتية خلاص وصخة. ايه بس هي انت بس طلع فيها هيك، هي ما مفروض تكون مسدودة. لا طلع شوفي الفتحة. اه اوكي شوفي هيك، يعني صار نص معبى، شتوتين بتروح. شتوتين بتروح، شايفة هي مسكرة كلها. اما الجسور ومهما تعلو فهي ايضا لن تسلم من الغرق. هاي بتكون قصة بعد اول شتوة بتصير هيك، كل شتوة بيجي هالتراب. فهي هلا بس تشطي هون شو بيصير؟ بالطوف. معجزة هي ما يحتاج إليه لبنان لتجنب الغرق، وليس في الدولة اللبنانية طبعاً من نوح ولا من سفينة، إنه الطوفان والدولة مركب من ورق. لو كتب لقساطر المجاري أن تنطق لغنت لمياه الأمطار قائلة: طريقك مسدود مسدود. وفي بلد شعار المسؤولين فيه أنا ومن بعد الطوفان، جل ما يستطيع المواطنون فعله هو أن يتقنوا فن السباحة. رونا حلبي، قناة الجديد.